الثانية صباحا 11 بتوقيت غرينتش. موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس الأمناء سيناقش اليوم الأربعاء عددا كبيرا من مخرجات جلسات الحوار ليرفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ليتخذ بشأنها ما يرى. هذا وأضاف المنسق العام أن عددا من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات والتي طرحت في الجلسات العامة للحوار الوطني قد عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعاتها المتخصصة المكثفة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور ذوي الشأن من مختلف الأطراف وبالتوازن المطلوب وعدد من الخبراء والمتخصصين، مشيرا إلى أن معظم هذه اللجان قد انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن تعظيم تجارة الترانزيت من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليا، وذلك في إطار الاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة. وخلال لقاء عقده لاستعراض إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، أوضح مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بالتنسيق من أجل أن تكون مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة معنية بهذا الملف لمتابعة الإجراءات الخاصة بتلك التجارة. أكدت لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا على ضرورة معالجة أزمة اللاجئين بجميع تبعاتها على الشعب السوري وعلى الدول المستضيفة لهم. وخلال اجتماع اللجنة الذي أقيم في القاهرة بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزراء خارجية السعودية وسوريا والعراق ولبنان، أكد أعضاء اللجنة على ضرورة دعم جهود مكافحة الإرهاب في سوريا والدعوة لتكثيف التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة للقضاء على هذا الخطر بكل أشكاله. كما عبر المشاركون عن شكرهم لمصر لدعوتها لعقد الاجتماع واستضافته. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدنت باتل إنه لا ينبغي أن تنظر الصين إلى القمة الثلاثية المزمعة هذا الأسبوع بين زعماء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان على أنها تستهدف بكين. هذا وقال باتل إن هذه القمة تدور حول تعزيز الشراكة والتعاون في عدد من المجالات التي نعتقد أنها تصب في المصلحة المشتركة لأمريكا وكوريا الجنوبية واليابان. طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الكونغرس بالموافقة على طلب الإدارة الأمريكية تقديم مساعدة إضافية إلى أوكرانيا. هذا أشار بلينكين إلى أن الرئيس بايدن طلب 24.1 مليار دولار من الكونغرس لمواصلة دعم أوكرانيا في المجالات العسكرية والاقتصادية والإنسانية. هذا أشار بلينكين إلى أن أمريكا إلى جانب العشرات من الدول الأخرى سوف تستمر في دعم أوكرانيا حتى يتم تحقيق سلام عادل ودائم. أكد وزير دفاع كوريا الشمالية كانغ سون نام أن بيونغ يانغ واثقة من حتمية اندلاع حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية. جاء ذلك خلال جلسة حول الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مؤتمر موسكو للأمن الدولي. هذا وأوضح سون نام أن هوس الحرب النووية من جانب الولايات المتحدة وشركائها في كوريا الجنوبية سيحول شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا إلى بؤرة جديدة للحرب النووية.
أعلنت وزارة الدفاع الصينية الاتفاق مع الهند على الحفاظ على السلام والهدوء على الأرض في المناطق الحدودية. جاء ذلك خلال الجولة 19 لاجتماع على مستوى قادة القوات من الجانبين. وأضافت الوزارة أن الصين والهند أجريا مناقشات إيجابية وبناءة ومتعمقة بخصوص تسوية المسائل المتبقية على طول الخط للسيطرة الفعلية على القطاع الغربي. هذا ووافق البلدان أيضا على حل المشكلات المتبقية بصورة عاجلة والحفاظ على زخم الحوار والمفاوضات عبر القنوات العسكرية والدبلوماسية. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه وجه بتوفير المساعدات للمتضررين جراء الحرائق في هاواي. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن المفقودين والضحايا جراء الحرائق. كما أكد بايدن أنه سيزور المناطق المتضررة من الحرائق في هاواي في أقرب وقت. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا لختام الموجز، ولمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، تقبلوا تحياتي إسراء العقاد، إلى اللقاء.